السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله وبياكم وجعل الفردوس الأعلى مستقرنا وإياكم. تدريبات على التنوين، الدرس التاسع. يلا. جيم، جيم كسرة يا سكون، لا هنقول إيش؟ مد. ليش؟ لأني عن عليها حركة المد، عليها حركة المد، عليها حركة المد. هقول جيم كسرة يا مد، جي همزة فتحة أ، جي أ، جي أ. أربع حركات أو خمس حركات اللي بدك إياها، طبعا لا تعد بالأصابع وإنما بكثرة السمع. جيم ضمة واو سكون جو، عين كسرتين عين، جوع جوع. مد طبيعي، ما بتكلف أبدا زيادة المد. انتبه. خوف فتحة واو سكون خو. ليش قلت سكون؟ لأنه الواو المفروض المدية يكون قبلها شو؟ ضم. بما أنه قبلها فتحة صارت حرف لين. حرف إيش؟ لين. إذن الرتم يختلف. خو فتحة واو سكون خو. فا كسرتين فين خوف خوف. وزمن الواو زمن رخاوة الواو لأنها حرف رخو. طيب تمام. خافت حيا سكون خي. بمجرد ما شفتي يا أو واو قبلها فتحة فهي ليست مدية ولكن لينة. خافت حيا سكون خي. را ضمتين رن خير خير. تمام. دال فتحة ألف سكون دا، هذه مدية. واو ضمة واو صغيرة و، مدية. داو دال ضمة دو داود. واضح؟ تمام. اللي بقولي داود غلط، داود غلط، داود داود. تمام تمام. طيب ذال فتحة ألف صغيرة ذا، لام كسرة لي ذالي، كاف فتحة ك ذلك، را فتحة را، ضاد ضمة واو سكون ضو، رضو مدية طبيعي. طيب نيجي للشين مع الألف المد، هذه حقول عنها مد وليست سكون. شين فتحة ألف مد شا، همزة فتحة أ، شاء ومدها من أربع إلى خمس حركات، حفص ست حركات، ورش. ميم فتحة ألف صغيرة ما، لام كسرة لي مالي، كاف كسرة كي مالكي، شين فتحة يا سكون شي، همزة كسرتين شين إن شيء شيء، طغى طغى. تمام. يلا نكمل في فيديو تاني عشان تقدروا تعيدوا وتزيدوا في الفيديو وتتعلموا صح. إلى اللقاء.